طيب نكتشف فيما بعد انه الناس اللي بيسألونا بقولوا طب ما هو بقول قضينا الى بني اسرائيل، طب ما بني اسرائيل اللي قضى لهم كانوا يهود، كانوا يهود لما نزلوا في التوراة. طيب وبعدين اجى قال لك جئنا بكم لفيفة منتمين لأصول شتى، إذن بقصد يهود بالدرجة الأولى صفة. طب وفي بينهم بني إسرائيل؟ أكيد في بينهم بني إسرائيل، أكيد في بينهم بني إسرائيل. وعلى ما يبدو اللي راح يحرر فلسطين من اليهود أبناء إسرائيل، تستبعدوش. أصبحت القضية اليوم إيش؟ قضية غيبية، لأنه بني إسرائيل ساكنين من فلسطين حتى أفغانستان، كم مليون صاروا تدروش، كلهم مسلمين، انتبهتوا؟ فما يظلوش يقولوا لي بني إسرائيل هم، وإنه إسرائيل والوعد ومش وعد، والله وأعطى إبراهيم وأعطى لمين، هو أعطى لمين. ولذلك أنا ذكرت قصة بهمش، خليني أكررها. قديش معنا يا عماد؟ لما كنا في يوم الأيام في الانتفاضة الأولى محبوسين في النقب، هاي سبق ذكرت القصة برضو أكررها، محبوسين في النقب، وكانت الأقسام في البداية بتجمع لها 200-250-270 في القسم الواحد. كان في يوم من الأيام في المهم، طبعا المساجين لهم شاويش، شو شاويش يعني؟ منهم هم بيختاروه مشان يكون هو حلقة الوصل مع مين؟ مع إدارة السجن، مع إدارة السجن. وكانوا هم بتعرفوا هم كل 40 يوم في عندهم تجنيد إجباري، كل 40 يوم غيروا ما يسمى بالشفت، شفت الجيش هذا اللي بيشرف على السجن، كل 40 يوم بتغير يوم. وإذا مغيرين شفت، افهموها، مغيرين شفت، اللي بيجي بيكون على صلة مع الشاويش تبع المساجين، واحد حاطط طقية وقلوا لحية. هذا صار يجي بدون ما يعني لا يسلم بوكرتوف وإيرتوف وشك. نعم لا يهدي القوم الظالمين. جلف، هذا الشاب في الثلاثينات،